طب وربنا انا محروق، يعني انا كنت لسه من شويه بتكلم على سعيد بالرحمه في ماتش ليفربول وويست هام، ودلوقتي مش عارف اوصلها لك ازاي ان اشوف سكور عطيه لاسماعيل بن ناصر افضل لاعب في المباراه. يعني اسماعيل بن ناصر نزل في الدقيقه 71، شوف سكور عطيه له افضل لعيب في المباراه بالنسبه لميلان. ليه بقى اسماعيل بن ناصر خد افضل لاعب في المباراه بالنسبه لميلان بأعلى تقييم 7.3 7.3؟ اسماعيل بن ناصر لعب 19 دقيقه، لمس 20 كوره، عمل تمريرات دقيقه 10 تمريرات بنسبه 90%، خلق فرص فرصتين، عرضيات كورتين، كرات طويله 3 كور، تسديدات على المرمى 0، تسديده خارج المرمى 1، مراوغات ناجحه 1، مواجهات ارضيه 2 خد منهم 1، خساره الاستحواذ 1، الاخطاء المرتكبه 1، تشتيتات 1، تدخلات 1. تخيل انت عمل كل ده في 19 دقيقة، وال 19 دقيقة دول هم اللي ميلان رجع فيهم في الآخر الشوط الثاني، يعني اللي هو سبحان الله يا معلم الواحد مش جاي يطبل للجزائريين، لا هم اللي جامدين. يعني اللعيبة الجزائرية لعيبة جامدة ولعيبة بتقدم مستوى ولعيبة بتفرق مع أنديتها. هتقول لي لا ما هو فرانك كيسي وتونالي كانوا كويسين، أقول لك والله هو اللي كان ظهر الشوط الأول في ميلان لياو، لياو كان عامل شوط أول عالمي، الواد كان رايح جاي رايح جاي رايح جاي، حتى نزل يدافع عمل ضرب الجزاء اللي هو الله يا الله انت خلصت انت هكرت كل حاجه. هتاكد لك بس لا هو لياو اللي عمل ضربه الجزاء، انا متاكد ان لياو هو اللي عمل ضربه الجزاء، لياو هو اللي نزل تحت وخد الكوره وعمل ضربه الجزاء على هكان شرنوغلو. هكان خلاص يا معلم، يعني الواد نسي عيشنا وملحنا وان احنا كنا قاعدين مش عارفينه هو بيلعب ايه اساسا، يعني هو الواد ده بيلعب طرف واحنا ظالمينه بيلعب 10، ولا هو بيلعب 8 واحنا حاطينه 10؟ وفي الاخر اول ما ربنا كرمه قال لك روح انتر، والواد دخل حط اللي هو في عكس مجرى المباراه تماما. يعني ميلان بيلعب والناحيه الثانيه انزاجي ماشي بعقليه لاتسيو اللي هو مرتدات، اديني مرتدات في الماتشات الكبيره، اديني مرتدات وبسم الله ما شاء الله اعتمد على سرعات ايدين زيكو ولو داروا مارتينيز. مش عارف ايدين زيكو دي في السرعات عملها ازاي ابن اللذينه، بس اعتقد ان هو كان بيعتمد على ايفان بريسيتش على الطرف وماتيو دارميان على الطرف الثاني. مفترض ان باريلا وماركو بريزوفيتش وهكان هيعملوا ستاره في نص الملعب. انتوا يا جماعه مش كنتوا واخدين الدوري مع كونتي بال 3 4 3؟ انا جاي مكمل بال 3 4 3 بتاعته وانا بحبها اساسا من ايام لاتسيو، اللي هو الله عاش عاش يا معلم عاش واعمل كل اللي انت عايز تعمله. هي كده كده خلاص يعني ربنا كرم وجت، والموضوع واضح كده ان هو هيبقى مباراه رايحه لصالح الانتر عشان خاطر اللي هو يقول لك لا انا موجود يا معلم. لو بيجيب جون الواد اللي هو عاش عاش قوي والله العظيم، يعني الواد بسم الله ما شاء الله بيقدم مستوى كويس جدا مع ميلان، وميلان في الدوري بتحس انه مش ميلان ده اللي في دوري الابطال خالص. عشان خاطر الشوط الاول يخلص نلاقي الميلان تراجع الشوط الثاني مره واحده، وانتر مسك المباراه وانتر بقى هو الاخطر علشان خاطر الكامباك اللي يحصل في المباراه يكون نتيجته نزول اسماعيل بن ناصر مكان ساندرو تونالي. اسماعيل بن ناصر لما نزل مكان تونالي وابراهيم دياز، بص هو ابراهيم دياز لو قعدت اتكلم على الابداع اللي بيقدمه من ساعه ما راح ميلان الموضوع كبير جدا. ابراهيم دياز لقى نفسه في ميلان حاجه، هو كان ضايع في عالم كره القدم مع ريال مدريد وكان ضايع تماما من ساعه ما راح من مانشستر سيتي، بس لقى نفسه في ميلان، لقى ان هو خلاص ميلان هنا ارض البسطاء، هنا ارض اللعيبه الغلابه اللعيبه الصغيره اللي عايز تاخد فرص، عايز تاخد فرصه العب عليه ما عندناش اي مشكله ولا اي مانع، قدام عندك عمو زولتان وهو اللي هيشيل الليله كلها وكده كده بيقول لي هيشيل الليله، بس الامانه بيقول لي عمل فرقه كويسه، عمل فرقه مزيج من الخبرات والشباب، لعيبه كويسه. ساندرو تونالي كيسي مفترض ان هم كانوا يعني يميل الكفة لميلان من البداية لحد الوقت اللي هم مكملين فيه في الملعب، بس هو جه عليهم التراجع بتاع الشوط الثاني ده تراجع غريب جدا. سيمون كاير وفوكايو توموري عاملين له خط دفاع كويس، عملوا له خط دفاع محترم في الدوري الايطالي، انما في دوري ابطال اوروبا لا في شوارع يا معلم. انا عارف ان اصابة الحارس مايك مانجان شكلت له مشكلة، بس النهارده الحارس بتاعك اللي هو اسمه غريب كده اللي هو قعدت نص ساعة كاملة اللي هو قعدت نص بعد ما صد ضربة الجزاء ادور على اسمه. اسبريان تترشانو، بص هو تترشانو ده طلع ضربه جزاء من لوتارو مارتينيز، يعني ضربه جزاء من لوتارو مارتينيز كانت تيجي ممكن ان هي كانت تخلص الماتش، بس عادي يا معلم ميلان ما استحقش ان هو يخسر، الانتر ما استحقش ان هو يكسب، يعني الانتر ما استحقش ان هو يطلع بالثلاث نقط. عكس الميلان، ميلان كان كنت شايفه في وجهه نظري، وبما اني واحد جاي بشجع ميلان اساسا فانا كنت بتمنى ان ميلان هو اللي يكسب المباراه دي، حاجه بصراحه انا شفتها. هتقولي تحليل ومش تحليل،
ما اتفرجش على الدوري الايطالي كتير عشان خاطر ما جيش اهبد واقول لك ده بيلعب وده بيقل. اللي انا اعرفه عن انزاجي قلته لك ان هو بيحب 3 4 3 قدامي، حاجه انا كنت بتفرج عليها وكنت بلعبها في البلاي ستيشن. كل ما العب بلاتسيو الاقي الراجل بيلعب 3 4 3، فانا متعود عليه كده. اما ستيفانو بيقول في الراجل عمل ريمونتادا عالميه على نفسه، اللي هو كان مقدم اداء سيء مره واحده رجع بقى بينافس مره واحده، ميلان السنه دي ما خسرش ولا مباراه مره واحده، ميلان بيقدم اداء كويس. صراحه احترامي الكبير جدا للسيد، بص على واحد نسي اسمه، احترامي الكبير جدا للسيد ستيفانو بيولي على الفريق اللي هو عمله وعلى المستوى اللي ميلان بيقدمه وعلى الطموح اللي رجعوا لجمهور ميلان ان ميلان بقى ممكن ياخد الدوري. عارف بقى المصيبه في ايه؟ المصيبه ان انا كنت مراهن واحد اعرفه على ان يوفنتوس هو اللي هياخد الدوري، ولو انا خسرت اجيب فرختين. واضح ان انا اللي هلبس الفرختين يا عزيزي، بس يعني ممكن تدعم اخوك كده وتعمل له لايك او سبسكرايب عشان خاطر ربنا يكرمنا والقناه تكبر والحق الم الفلوس بتاع الفرختين قبل ما الدوري ما يخلص، ولا ايه نظامك بالظبط؟ عايز تعمل ايه؟ فاهمني؟